بنحب كده دايما نروح مع حضراتكم لو في تاريخ مهم يعني او زي حدث مثل هذا اليوم يعني ان احنا نتكلم، واحنا النهارده بنتكلم 22 مارس بس عام 1900 بقى 22 كان بيواكب ذكرى ميلاد علي زيور نجم النادي الاهلي الاسبق في اربعينيات القرن الماضي، اللي انضم للنادي الاهلي مع صديق عمره وقتها احمد مكاوي عام 1938، وكمان تم تصعيده للفريق الاول عام 1939، اعتزل 49، وهو العام اللي جمع فيه الاهلي بطولتي الدوري والكاس لاول مره في التاريخ، وبعد اعتزاله اتجه لمجال التحكيم لكن ما استمرش كتير، واتجه بعدها لمجال الاداره، عمل بقى اداري لفريق الكره بالنادي الاهلي، ده كان عام تحديدا 1958، وكان اول مدير للكره في كمان تاريخ النادي الاهلي والكره المصريه بعد تعيينه في المنصب ده بمسماك الجديد عام 1966، وعمل كمان لفتره قصيره جدا بس صحفي بجريده الاخبار، اسم كبير ويعني وتاريخ كبير وعمل ومجهود كبير في النادي الاهلي، فكان لازم ان احنا كمان طبعا نحيي ذكراه مره ثانيه. احنا بنتكلم على ايقونه من ايقونات التعليق بالزبط الكروي على مباريات كره القدم، مسيره علي زيور الحقيقه مليئه بالنجاحات، مهم جدا ان احنا نقول لكم انه استهواء التعليق على مباريات كره القدم وابتدى بالتعليق الاذاعي سنه 59 ثم التلفزيوني عام 1963، ويمكن من اشهر البطولات اللي علق عليها كاس العالم سنه 82، وطبعا كان يعني مشهور جدا بمجموعه كبيره من العبارات المميزه والمميزه ليه، زي جمله ايه الحلاوه دي يا ولد يا ولد يا ولد، ده من اشهر الحاجات بتاعته. احنا بتوع اللغات انا مش متكيف من الماتش ده، يعني في جمل كده الى يومنا هذا كل الناس خلاص حافظينها، ولما تسمعيها يجي يتبادر للذهن على طول اسم الكابتن علي زيور، طبعا اللي ساهم في فوز النادي الاهلي بسبعه بطولات مختلفه ورحل عن عالمنا في 8 من اكتوبر من عام 2005 رحمة الله عليه. في ناس فعلا لما حتى بترحل لكن ذكراها او تاريخها لما بنفتكره بنسعد حقيقي فعلا، زي ما انت قلت يا كريم تعليقات عمرنا ما هننساها، حتى الاجيال اللي ما عصرتوش خالص، بس يعني احنا كلنا اكيد يعني تابعنا وسمعنا قبل كده التعليقات دي. طبعا.